المناضلين الحزب قادرين باش يدبروا كما دبروا المؤتمر وكما دبروا نقاش داخل المؤتمر وكما دبروا سير المؤتمر، فالحزب قادر يدبر هذه المرحله المقبله وسننتصر، لان كاين هناك ارادات وكاين هناك احساس وشعور بالمسؤوليه لدى الجميع. لا ما كاينش شعار، كاين خلاف وكاين نقاش وكاين حماس وكاين، شوف راه المشكل كاين طاقات كثيره وحماس كبير، راه اداره الحماس واداره الطاقات مع شباب مع شابات عندهم رغبه باش يحضروا في القرار الحزبي، راه ما سهلش. وقع الخطا في الاول ولكن عالجناه من خلال الحوار الذي دام. بالنسبه لنا ترشحوا ثلاث ايام داز في نقاشات مع الاخوه اعضاء الحزب، لا في الغداوات اللي درنا ولا في القاعات ولا في المناقشات ولا في الكواليس، فكل مرشح وزن نفسه. وطبعا اللي عندوش اللي كيشعر بانه عنده اصوات كافيه راه غادي يبقى، واللي شعر بانه قرر اللي اختار. انما اقول لكم انه القرار كان فرضي، وبناء عليه حنايا بالنسبه لنا اعتبروا بانه الانسحاب ديالهم هو احساسهم بوجود طبيعه الكتله الناخبه اللي عندنا في الحزب. شكرا.